السلام عليكم ورحمة الله. أبناء الطلبة، نبدأ اليوم المحاضرة الثالثة في السنة الأولى، مادة علم وظائف الأعضاء Human Physiology. المصل or musculoskeletal system and we have muscle structure and function. زي ما تعرف المصل هي تشكل أكبر عضو وزناً، حيث أن تشكل حوالي 50% من وزن الجسم. Classification of the muscle according to the structure والnerve supply والfunction، ثلاثة أنواع من التقسيمات. الstructure اللي هو تركيبة العضلات، اللي هي بتكون striated والله smooth muscle. النوع الثاني اللي هو النerve أو النerve innervation according to the nerve innervation أو النerve supply، اللي هي تكون voluntary muscle أو involuntary muscle. voluntary معناها إرادية، عضلات إرادية وعضلات لا إرادية. involuntary لما يزيدوا حرف اللي هو الـ IN معناها، ولا involuntary معناها لا إرادية. أيضا النوع الثالث من التقسيم اللي هو according to the function، وهذا اللي يهمنا إحنا اللي هو physiology of the muscle function، اللي هو skeletal cardiac اللي هو muscles and smooth muscles. اللي هو السكيلتال اللي هي العضلات الإرادية أو اللي هي اللي علاقة بالموشن واللوكوموتر. أيضا الكارديك مسل هذه عضلات لا إرادية اللي هي عضلات القلب وعضلة القلب كعضلة واحدة. أيضا smooth muscle اللي هي العضلات التي تغذي الأحشاء بشكل عام، سواء كانت اللي هي الجهاز الهضمي أو الجهاز البولي أو الجهاز اللي هو الدوري. زي ما قلنا سكيلت المصل، كان سكيلت معناها هيكلية، عضلات اللي هي العضلات الهيكلية. سكيلت اللي هي مربوطة بالجهاز العظمي أو سكيلت سيستم اللي هو البون، عضلات مربوطة بالبون. يعني الـ human body contains over 400 skeletal muscles، يعني جسم الإنسان يحتوي حوالي 400 عضلة. 40-50% يعني حوالي 40-50% of total body weight، تشكل حوالي 50% من وزن الجسم. وظيفة هذه العضلات function of the skeletal muscle اللي هو إنتاج اللي هي إنتاج القوة واللي هي force production، اللي هي for locomotion اللي هو الحركة والوقوف، والand breathing حتى في عضلات إرادية خاصة بالجهاز التنفسي. أيضا force production for postural support اللي هي تخلي الجسم واقف، تعطيه الهيكلية بتاعها والsupport والدعم. smooth muscle هي عضلات الملساء، هذه العضلات تغذي الأحشاء وأيضا تغذي الأوعية الدموية وتغذي كل الأشياء اللي فيها زي الجهاز البولي وغيرها. عضلات هذه ملساء ولا إرادية تتحرك تلقائيا، يغذيها الجهاز اللي هو السمباتيك والبارا سمباتيك، الجهاز اللي هو الأوتونوميك نيرفس سيستم. تتغذى ب controlled by acetylcholine، ممكن تشوف في البايو acetylcholine والنوروابينفرين، هذه النيورو ترانسميترز اللي هي الناقلات الكيميائية للنبضات العصبية، هذه تغذي هذه العضلات. هذه النيورو ترانسميترز اللي هي قلنا استايكولين والنوروابينفرين ستيمولييت ديفرنت اورجانز، هي بتدير إطارة لمجموعة اللي هو الأعضاء، وعندها هاف ديفرنت اللي هو ديفرنت افكتس، وتؤدي طبعا الى وظيفه معينه لكل عضله. سموث مسل فايبرز كان اولسو سستين، يعني هذه العضلات اللي هي سموث مسل كان سستين لونجر كونتراكشن، يعني بدي لنا لونجر اطول فتره من الانقباض. ف ااا
and use less ATP. العضلات السكيلت المصل بتستهلك كمية كبيرة من ATP. ATP اللي هي الطاقة اللي هي ATP معناها أدينوزين تراي فوسفيت اللي هو الطاقة اللي يستحقولها لتحريك العضلات. وأيضا هذه العضلات also can stretch معناها تتمدد عندها قدرة على المرونة ومرونة زائدة عن باقي العضلات. بعدين نجيو لثالث نوع من العضلات اللي هو الكارديك. هذا according to the function يعني قلنا فيسيولوجي قلنا skeletal قلنا smooth. نجيو للكارديك function. هذه is the muscles of the heart. The heart اللي هو يعتبر one organ عضو واحد وعضلة واحدة. هذه العضلات اللي هي حتى هي تعتبر عضلات مخططة. يعني يقولوا مخططة ولا بسائل اللي هو حسب ظهورها under microscope. Histology of the cardiac muscle appear under the microscope as striated يعني فيها خطوط بتاع اللي هي الاكتين والمايوسين بتدير خطوط وبتدير فتطلع عند تحت المجهر كمخططة. وهذه العضلات involuntary muscles. العضلات هذه involuntary muscles cells يعني هي عضلات لا إرادية. involuntary معناها لا إرادية وهي short and branched. short معناها قصيرة وbranched معناها متفرعة. also this الكالسيوم channels عندها كالسيوم channels regulate عندها قنوات اللي هي بتدخل الكالسيوم regulate flux of calcium. هذه بتنظم اللي هو دخول الكالسيوم وتويتشز لاست لونجر يعني زي ما تقولوا اللي هو التويتشز اللي هو الانقباض بتاعها ياخذ وقت اب اكثر ذان ان سكيلت المصل. ديما طبعا كل اللي هو الانقباض بتاع هذه العضلات او وظيفتها اطول تعطي اطول فتره من سكيلت المصل اللي هي السموث والكارديك زوز. الانتركيتد ديسكز فيه كونكت وان سيل تو انذر يعني فيه اللي هي الخلايا او الفايبرز بتاع هذه العضلات متصله مع بعضها عن طريق انتركيتد ديسكس which help with rapid transmission of the signals. هذه تساعد وظيفه الديسكس هذه بتساعد على نقل اللي هو النبضات العصبيه. ديما العضلات او اي جزء او من الجسم ديما يصير له اثاره عصبيه باش هو ينفذ الوظيفه بتاعها ونقل هذه الاثاره من خليه الى اخرى. يحتاج الى تواصل بين الخليه والاخرى عن طريق الديسكس او 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 اماكن تلتصق فيها الخليه بالاخرى. طبعا زي ما قلنا عضله القلب تنقبض وتنبسط كوحده واحده باعتبارها تؤدي وظيفه اللي هي pumping the blood يعني وظيفه واحده اللي هي دفع الدم الى انحاء الجسم المختلفه. فهيومن ماسلز هيومن ماسل اللي هي او الهارت ماسلز هذه اللي هي العضله القلبيه تنقبض as a unit. unit معناها واحده كعضله واحده تنفذ امر واحد اللي هو الانقباض والانبساط. is also self-stimulatory and rhythmic. self-stimulatory معناها شنو هي؟ معناها هي منها فيها عندها نبضة أو الستيموليشن بتاعها من داخل عضلة القلب. يعني في البطين الأيمن فيه عقدة عصبية بتطلع اللي هي الإشارات العصبية للبدء في اللي هو الانقباض بتاعها او الشغل بتاعها. سيلف ستيمولاتوري اند ريتميك ومنتظمه. ريتميك معناها منتظمه ديما عضله القلب تنقبض وتنبسط في رتم معين وفي توقيت متزامن مع منظم. الاكتيفيتي بيجنز ان سبيسيفيك ريجن. الاكتيفيتي بتاعها هي تبدا في مكان معين من القلب او منطقه معينه من القلب and spreads over the entire structure. يعني في مكان في اللي هو البطين انتم تشوفوه في الصور القدام
النبضات تنتج من يسمى فيها الساينو اتريال نود اللي هي عقده عصبيه موجوده في البطين الايمن تنتج اللي هي السيجنال هذه بتنتشر سبريد اوفر ذا انتاير هارت تمشي لكل القلب والقلب يؤدي الوظيفه في كوحده واحده. زي ما نشوفوا تو في الصوره هنا اللي هو هذا العصب اللي هنا اللي هو الموتر اللي بيحرك العضله. اي عضله عندها عصب بيمدها بالتغذيه العصبيه وعندها وعاء دموي ايضا بيغذيها بالدم والتغذيه. هذه الصوره اللي هي تواصل العصب اللي هو الموتر نيورون اللي هو العصب الحركي اللي هو بيتواصل مع الخليه العضليه العضله تواصل معها. هذه يسموا فيها نيورو ماسكولار جنكشن هذا التواصل يسموا فيه نيورو ماسكولار جنكشن واللي هو نشوفوه في هذه الصوره اكثر وضوحا اللي هو هذا العصب اللي هو نهايه العصبيه اللي هو اكسن تيرمينال نهايه العصبيه مع اللي هي هنايا اللي هو الغشاء الخلوي للخليه العضليه. فهذا يسموا فيها نيورو ماسكولار جنكشن اللي هو هنا عندك النهايه العصبيه وهنا عندك الخليه العضليه في الوسط فيه هنا جاب اللي هو يتم فيه التواصل بين الخليه العصبيه والخليه العضليه لنقل النبض العصبيه اللي هي بعدين بتدير ستيميليشن اللي هي للعضله وتم الحركه نتاعها. فهنا نقولوا هنا عندك زي هنا عندك اللي هو هذا يسموا فيه سينابسز اللي هو التواصل بين العضله والعصب يسموا فيه سينابسز. وهذا الفراغ اللي هو بين العصب وبين يسموا فيه سينابتيك كليفت اللي هو فراغ اللي موجود بين العضله وبين العصب ويتم عن طريق النقل الكيماوي للنبض العصبيه الى العضله وتتم العضله تنقبض وتؤدي وظيفتها. عندك هنايا طبعا اكسون هذه اكسون برانشز هنا اللي تاع العضله وهنا المصل فايبر اللي هي المصل سيل هذه النيوكليوس تاع العضله وهنا هذوما اللي هما المايوفايبرز اللي هما الاكتين اللي هو الرفيع والمايوسين اللي هو الثيك thin and thick proteins موجودات هذوما اللي بيعدوا اللي هو الحركه اللي هو الانقباض والانبساط في العضله. وهذه بشكل عام المصل سيل بيسموا فيها مصل فايبر. بعدين زي ما قلنا اللي هو نجول النيرف اكشن بوتنشال انفيد اكسون تيرمينال يعني لما بصير نبض عصبيه من عن طريق الخليه العصبيه عن طريق الاكسون تيرمينال اللي هي النهايات العصبيه للخليه العصبيه تتواصل مع الغشاء الخلوي للعضله وبعدين بيصير فيه اللي هو ديبولاريزيشن نقل الكهرباء اللي هو الديبولاريزيشن اوف ذا تيرمينال اوبن كالسيوم شانلز هذا اللي بيخلي قنوات اللي هي الكالسيوم تنفتح باش تدخل الكالسيوم بعدين لنهايه العصبيه وبعدين الكالسيوم انديوسز فيوجن بدير فيوجن اللي هو الفيزيكلز في النيرف تيرمينال. زي تو نرجع للصوره من هنايا بصير فيه دخول الكالسيوم بهذه الفيزيكلز اللي هي فيها الاستايكولين بيصير فيه دمج اللي مع اللي هو الاكسون تيرمينال اللي هو الممبرين هذا ويطلع فيه الاستايكولين بينقل اللي هي السيجنال الى المصل فايبر وبيصير فيه ديبولاريزيشن وبيصير فيه اللي هو الاكشن اللي هو الكونتراكشن تيرمينال ممبرين بعدين الاستايكولين ريليزد اند ديفيوز اكروس سينابتيك ليفت اللي هو الفراغ اللي قلنا عليه بكري وبعدين الاستايكولين بايند. الاستايكولين عنده مستقبلات على العضله وبيخش على الممبرين وبعدين البايندينج اوف ستايكولين اوبنز تشانلز بور
لما يخش على العضلة بيفتح قنوات خاصة بالبوتاسيوم والصوديوم اللي هو الصوديوم بوتاسيوم بومب اللي بتدير الاكشن بوتنشال اللي هي بتدير الاكشن بوتنشال وبتدير بتوصل الكهرباء الى العضلة. طبعا ترانسميشن اللي هو النقل، عملية نقل اللي هو النبض العصبية قلنا هي نقل كيماوي، فيه كيميكال سبستانس قلنا موجودة في التيرمينال الاكشن تيرمينال بتاع العصب، قلنا هذه المواد الكيماوية الاستايل الكولين والنورابينفرين، هذه كيميكال ترانسميشن which is designed to assure that every presynaptic action potential result in a post synaptic one. معناها لما يصير فيه زي ما قلنا اكشن بوتنشال في النهايات العصبيه بيصير فيه بعدها اكشن بوتنشال في العضله، وهذا الاكشن بوتنشال اللي هو في اتجاه واحد اللي هو من العصب الى العضله وليس ولا وفي اتجاه اخر ثاني يسموه فيه يوني دايركشنال بروسيس، يعني عمليه اتجاه الواحد، عمليه في اتجاه واحد. لو جاك سؤال وقال لك اليوني دايركشن ولا مالتي دايركشن بتقول انت يوني دايركشن اللي هو الاكشن بوتنشال اوف ذا مسل. بعدين هذا تايم ديلي، طبعا في سرعه، السرعه بتاع اللي هو 20 نانومتر في 0.5 تو 1 ملي سكند، هذه السرعه بتاعت اللي هي اللي سرعه النبض العصبيه اللي هي من الاكسل تيرمينال الى المسل فايبر. It is easily affected by drugs and some factors. باعتبار ان ممكن فيه ادويه مصنعه كيماويه تشابه هذا اللي هو الاستايكولين ولا النورابينفرين، في ادويه تشابههم ممكن تدير نفس الاكشن تاعهم فنساهم في عمليه اللي هو نستعملوها في زي مثلا لما نبغوا نديروا عمليات جراحيه فنديروا شلل الاعصاب فنحطوا ماده كيماويه بدل الاستايكولين وتسكر اللي هو المستقبلات العصبيه وتخلي العضله مشلوله حتى يتم اللي هو يتم اجراء العمليه الجراحيه اللي نبغوها احنا ولا الشغل اللي نبغوه احنا، خاصه انك بتخدموا عليه الفك والجهات اللي فيها الفك، عضلات الوجه والفك والرقبه. الاستايكولين از ذا ناتشرال، الاستايكولين هذا هو الطبيعي اللي ينتج فيه الجسم الانسان، هذا اللي هو الاستايكولين از ذا ناتشرال سيجنال او اغونست، هو المنتج الطبيعي ات ذا زي ما قلنا احنا اسفين. بعدين قلنا الكارباكول هذا سينثيتيك، يعني هذا دواء لما نستعملوه في مكان الاستايكولين شو بيخلي؟ بيخلي ان هو بياخذ مكان الاستايكولين وبيخلي العضله ما تنقلش النبض العصبيه باعتبار ان هو بيسد اللي هو المستقبلات العصبيه اللي موجوده على العضله. فالكارباكول از ذا سينثيتيك اجونست نوت هيدرولايزد باي استايكولين استريز. طبعا استايكولين استريز هذا انزيم، استايكولين استريز هذا انسولين يساعد على التخلص من استايكولين. ان احنا لما نبوا اكشن معين، نبوا وظيفه معينه، نبوا بالاستايكولين، بعدين الاستايكولين لازم نتخلصوا منه عن طريق شنو هو الانزيم اللي هو اسمه استايكولين استريز اللي هو بيتخلص من الاستايكولين. عندك بعدين اللي هو التيوبوكولارين، هذا اللي هو از ذا برايمري paralytic ingredient الكورار، زي ما قلنا هذا الكربكول، هذا الكربكول هذا هو زي الاستايكولين بيؤدي نفس العمل، لكن التيوبوكولارين هو اللي بيسد مكان الاستايكولين ونستعمله في الكحنيه في الكورار في التخدير اسف اللي هو
خلينا نرجع للموضوع هذا بالضبط اللي هو الكرار بيسد مكان الاستايكولين على العضلة وبيسبب فيه اللي هو شلل العضلة اللي نستحقه لها في العملية الجراحية. آسف اللي هو الكربكول زي الاستايكولين. لو عندنا نقص في الاستايكولين مرات نستعمل الكربكول في حالات معينة مش ليكم، لكن هي حالات معينة مرات في ناس عندهم مشاكل في الاستايكولين، إنتاج الاستايكولين، مرات الكربكول وما شابهه والنيوستيجمين وغيرها تستعمل في نفس العمل اللي تأديه الاستايكولين. لكن الكرار هذا هو عكس الاستايكولين وهذا بيسبب شلل للعضلات. هذا الشلل يستحقوا له في إجراء العمليات الجراحية للتخدير. فالتيبوكولارين كومبيتس معناه يتسابق مع الاستايكولين فور بايندينج تو ريسبتورز، يعني يتسابق مع الاستايكولين في اللي هو في المستقبلات العصبية but does not open the pore، ولكن ما يفتحش اللي هو القنوات اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم مش يدير اكشن بوتنشل. فهذا بالطريقة هذه العضلة تكون مشلولة عن العمل. بعدين عندك اللي هو تيبوكولارين. تيبوكولارين and other related compounds are used to paralyze the muscle during surgery. زي ما قلنا تيبوكولارين and others اللي هو أشياء أخرى زي تيبوكولارين related compounds مركبات متعلقة زي هو are used تستعمل to paralyze. شو معنى paralyze؟ paralyze معناها لي شلل العضلة، يعني يخليها مشلولة أو مش أنت لما تدير عملية جراحية تلقى العضلة ما تتحركش وتدير العملية بتاعك في هدوء، وهذا الموضوع مهم جدا في الجراحات. عندك بعدين المصل is composed of subunits called fascicles. العضلة متكونة من fascicles اللي هي compound مجموعة من الحزم العضلية يسمون فيها فاسيكلز. الفاسيكلز هذه ار بندلز. شو هي الفاسيكلز؟ هي بندل حزم اوف انديفيدوال ماسل فايبرز، يعني مجموعة الخلايا او الماسل فايبرز لما تتجمع مع بعضها بتدير بندل حزمة، لكن مجموعة حزم نسموها فاسيكل. يعني اكبر حاجة اللي هي فاسيكلز اللي هي مجموعة الحزم، بعدين يعني فاسيكل، وبعدين بندل، وبعدين تعطينا اللي هي المسل فايبر. هنشوفها في الصوره قدام. اتش فايبر از كل وحده، كل فايبر هي خليه على طول العضله، خليه زي اي خليه فيها سلمبرين وفيها نيوكليوس وفيها سيتوبلازم. فالسل that may extend for the length of the muscle، يعني ممكن تكون ممتدة إلى العضلة كلها، خلية طويلة. والH muscle fiber cell has several nuclei. طبعا عضلات الخلية العضلية تتميز عن باقي الخلايا الأخرى بأنها فيها مجموعة من باقي اللي هي الخلايا في الأجهزة الأخرى. كل خلية فيها نيوكليس واحدة، هذه فيها مجموعة من اللي هو الأنوية، يعني unlike most cells which have only one nucleus، يعني أن الخلية العضلية فيها متعددة اللي هي الأنوية. هذه حتى هي فرق بين هي وبين باقي اللي هي الخلايا في الأجهزة الأخرى. and it is segmented into different distinct sectional bands. الخلية العضلية أيضا الخلية العضلية باعتبار فيها الميوسين والأكتين مقسمة إلى زي ما تقولوا إلى فترات بخطوط تقاطع الميوسين والأكتين، تقاطعهم هذايا بيخليها مقسمة إلى عدة ألوان في الهيستولوجي. في كل within each muscle cell كل خلية عضلية are numerous myofibrils فيها العديد من اللي هي الويفات الصغيرة which also extend for the length of the muscle cell. وهذه هم الويفات هم يمتدوا إلى على طول الخلية.
نشوف فيها توكي كامل. هذا عندك تو هذا كل ال... شوف الفاسيكلز حزمه كلها حزمه فاسيكل، في وسطها حزم ثانيه حزم اللي هي باندلز، والبندل في وسطها الفايبرز اللي هي هذه العضله، طبعا هذه عضله الذراع هنا، تنقول هذه بايسبس، وهذه يبرك فيها فيها فاسيكلز. الفاسيكل هذه في وسطها باندلز، مجموعه باندلز، كل باندل في وسطها خلايا فايبرز، والفايبرز في وسطها اللي هو مايو فايبرلز اللي هم هذوما، نقسم هيك لان شنو يتقاطع بين اللي هو الاكتين والمايوسين يتقاطعوا و انتركليتد يعني مع بعضهم، يتداخلوا في بعضهم باش يديروا اللي هو الاكشن اوف كونتراكشن. هذا قلنا هنا العظم، عندك العظم هذا، هذه عظمه اللي هي الفخذ هنا، وهنا هذا البون، وهنا التندون اللي هو الرابط تاع العضله، وهنا انتم واخذينها في التشريح والهيستولوجي، وهنا هذه الفاشيا اللي هي جزء اللي هو رابط العضله اللي هو يغطي من الخارج اللي هو نهايات العضله، ويشكل بعدين اللي هو الرباط اللي يربط العضله ب اللي هو العظم، وهذه يسمى فيها سكيلت المصل لانها مربوطه بايش؟ بسكيلت بالعظم. هذه طبعا قلنا الفاسيكل كلها تشكل فاسيكلز، وبعدين الفاسيكل زي ما قلنا هي تكون من مجموعه من البندلز. هنا يوضح لك الصوره انه هو في نيرف سبلاي اللي هو عصب يغذيها، وفيه وعاء دوري يغذيها، كل جسم الانسان كله لازم كل عضو فيه عصب يغذيه، التغذيه العصبيه باش يتلقى الاوامر من المخ، وايضا فيه وعاء دموي يغذيه ويزودها ب اللي هو المواد الغذائيه، الجلوكوز وغيرها من المواد الغذائيه يزودها بها. وهنا عندك اللي هي المصل فايبر اللي هي الخليه واي اصغر عضو في الجسم، هذه الخليه الحيه المصل فايبر. هنا يوريك ليس اللي هو وجود اللي هو السايكل بلازما كوتيكولوم، فهنا طبعا يقولون هنا مصل، المصل يتكون من مجموعه من الفاسيكلز، وبعدين الفاسيكلز تتكون من مجموعه من البندلز، مش كاتبين هنا لكن بندلز تتكون من مصل فايبرز اللي هو مصل سيلز، فايبر معناها سيلز في العضلات يسموها سيلز او خليه سيلز. المايو فايبرز اللي هم الاكتين والمايوسين، البروتينات الصغيرات اللي يديروا في الاكشن تاع العضلات. هنا نفس الكلام، هذه الصوره توضح اكثر، هذه سكيلت المصل حتى هي، وبعدين بيوريك هنا اللي هو الاكتين الاكتين والمايوسين، هذا الاكتين الرفيع تن، وهنا المايوسين، كل حوالي 6 اكتين بيتلاقوا عليه وحده مايوسين، وبيديروا الشغل بتاعهم متداخل في بعضهم. وهنا اللي هو الترتيب بتاعهم تشوفه تحت الميكروسكوب، اللي هو عندك هنا اللي هو هنا عندك هنا الاكتين، وهنا وسط المايوسين، وبيتلاقوا مع بعضهم بيديروا حاجه هيك داكنه شويه دارك. هنا تمام، هذه الصوره اللي درناها قلنا هنا بيتلاقوا هذه المايوسين وهذا الاكتين، وهنا لما يتلاقى الاكتين مع الاكتين يدير الزد لاين، ومسافه بين الزد لاين والزد لاين، هذه مسافه بين هذه الزد لاين هنا وهذا الزد لاين هنا، يسموا فيها اللي هو السيركولما اللي هي الفانكشنال يونت، فانكشنال يونت بتاعت العضله اللي هي المايوفايبريل. كل مايوسين عليه 6 من الاكتين، وهنا يتم التداخل بينهم اثناء الكونتراكشن، وهذين ما كلهم يسموا فيهم مايوفايبريلز. مايوفايبريلز هذا
طبعا تابعوا المحاضرة. عندك هنا اللي هو هذه المجموعة اللي هي هذه هنا عندك اللي هي المصل فايبرز. هذه المصل فايبرز، شوف المصل فايبر، هذه اللي هي الخلية العصبية، الخلية العضلية آسف. وهذا عندك اللي هو العصب اللي يغذيها موتور نيورونز. وهنا عندك اللي هو النيورو ماسكولار جنكشن اللي قلناها بكري، التواصل بتاع العصب بالعضلة، ويكون فيه اللي هو نقل اللي هو الإشارة العصبية تنقلها إلى العضلة باش العضلة تنقبض. طبعا هذه اللي هي زي ما قلنا سكريتال مصل فايبر، اللي هي العضلات اللي هي الهيكلية. زي ما قلنا هذه بعدين لحظة بس، الأكتين والمايوسين، هذيهم الأكتين والمايوسين، هذيهم زي ما قلنا اللي هم البروتينات اللي هم بيقوموا بالحركة بعضهم R2 اللي هو زي ما قلنا principal muscle proteins، هذيهم بروتينات رئيسية اللي هم بيقوموا موجودين في الخلية اللي هي الخلية العضلية. they are arranged، هم مديولات على شكل رينج، نشوف فيها الرينج اهي رينج، اللي هم ستة اكتين فوسطهم مايوسين. arranged in a ring like structure زي الحلقة، usually with 6 10، 6 معناها ستة من اللي هم ستة 6، هذه هما ستة اللي هما الأكتين عليه أكتين strands surrounding thicker مايوسين، يحيطوا به اللي هو المايوسين فايبريل، اللي هو كل ستة يديروا حلقة على المايوسين. المايوسين فايبريل has اللي هو نيو اللي هو has numerous small protrusions، عندها بروزات فيها مايوسين، بروزات اسمها cross bridges. and the actin عندها اللي هو strand is actually intertwined with the uneven thinner ribbon like protein called tropomyosin. هذا الشغل اللي هو ممكن تشوفوه في اللي هو هنايا، بتشوفوا هنايا اللي هو هذا التروبوميسين هذا موجود، وهذا التروبونين، وهذا الاكتين اكتين سايت. تشوفوا هنايا عندك هذا هو المايوسين، وهذه الكروس بريدج اللي قلت لكم عليه، وهذا اللي هو عندك هنا الاكتين، فهم يتبادلوا لما يصير فيه اكشن بوتنشال ويصير فيه شغل كروس بريدج، هذايا يقوم بالحركه بتاعت اللي هو دفع اللي هو الاكتين باش يدير الحركه اللي هو الانقباض بتاعت العضله، يتداخل الاكتين مع المايوسين، يتداخلوا بعضهم ينقبضوا وينبسطوا. كل ما تكسر العضله يصير انقباض، كل ما العضله اللي هي يتم عدم الارتباط بين الكروس بريدج هذا والاكتين، يتم الانفصال فيتم فيه الانبساط. زي ما قلنا اللي هو الريبو لايك بروتين كولد تروبومايسين، اند في سمولر اللي هو مولكيول كولد تروبونين. هذا الموضوع ممكن مش ناخذكم فيه اكثر، لكن هو الحركه تكون بين اللي هو المايوسين والاكتين عن طريق اللي هو الكروس بريدج اللي هو البروتات اللي قلنا لكم عليها قبل شويه، ويتم اللي هو دفع الاكتين الى الداخل، والعضله تكون تولي اكثر شورتر اكثر، ويتم فيه الانقباض. قلنا الكالسيوم زي ما قلنا
الكالسيوم ديفيوز اوفر ذا مسل تو ذا مسل بروتين فايبرز اند كوزز ا كونفورميشنال تشينج. هذا الكالسيوم اللي هو بنشوفه في الصور اللي جايه هذا بي ينتشر وبيساعد على اللي هو الكونفورميشن تشينج اللي هو التغيرات اللي هي بتاعت اللي هو حركه الميوسين مع الاكتين. الكالسيوم ايون ويل بايند يتلاقى مع التروبونين اللي موجود على الاكتين وبيحوله لمكانه وبيخلي الكروس بريدج تمسك فيه اللي هو الميوسين وبيتم الحركه عن طريق الروتيشن. هذا مش مطلوب بشكل كبير لان هو فاحنا ما نبوش نتوسع فيه الموضوع هذا. هذه الصوره اللي قلت لكم ممكن تشوفوها كويس باين واضحه لكم. هذه الميوسين اللي هو قلنا وهذه هم من زي هذوما سته حول الميوسين وهذه كروس برج اللي هو تربط الميوسين بالاكتين باش يتم اللي هو الحركه. وهنا زي ما تشوفوا هذه العضلات هذه اللي هو الاكتين والميوسين في الانقباض والانبساط. When all the cross bridges in the sarcomere do this at the same time, the sarcomere contracts. لما يصير في اللي هو الكروس بريدجز كلها هذه اللي هي طالعه من الميوسين يصير في الانقباض. الموضوع بالنسبه لسكيت المصل زي ما قلنا افتر نيرف امبلس اللي هو لما عندك اللي هو النبضه العصبيه تنتهي الساركوبلازميك ريتيكولوم اللي هو الشبكه اللي هي بتاعت الساركوبلازما اللي هي الاندوبلازميك ريتيكولوم يسموها فيها في الخلايا العاديه وهذه يسموها فيها ساركوبلازميك ريتيكولوم هاز ميكانيزم تو ابسورب فري كالسيوم. يعني الكالسيوم اول ما يصير فيه اللي هو اللي تاع العصبيه الكالسيوم بيطلع وبيدير لنا اللي هو الاكشن بتاع الميوسين والاكتين ولما تنتهي اللي هو بيصير فيه الكالسيوم بيتم امتصاصه عن طريق اللي هو السيركوبلازميك ريتيكولوم بيحطوه في اللي هو في يتخزن في السيركوبلازميك ريتيكولوم. الكالسيوم ديسوشيت فروم التروبونين يعني بينفصل عن التروبونين. المهم ان الكالسيوم مهم جدا في انقباض العضلات هذا مهم جدا. المهم ان نحتاج الى اي تي بي في اداء وظيفه العضلات اللي هو الطاقه هذه اشياء مهمه. هذا زي ما قلنا اللي هو نبغى نركز لكم على خلينا على الصورة هذه مهمة جدا. هاي تايبز اوف مسل كونتراكشن انواع اللي هو المسل كونتراكشن اللي هو عندك الايزومتريك والايزوتونيك. يعني في نوع من زي ما قلنا الايزومتريك اللي هو المسل اكزيرتس فورس وذاوت تشينجينج لينث. يعني شو من ايزومتريك انا يعني طول العضلة ما يتغيرش زي ما واحد يجبد حاجة وتكون ثابتة الحاجة هذه فتلقى العضلة يصير فيها زيادة في حجمها لكن ما تزيدش في اللي هو في طولها ما ينقصش طولها اللي هي بولينج اجينست اموفابل اوبجكت اللي هو الجذب ضد اللي هو الاجسام اللي هي غير متحركة. وهذه موجودة ايضا حتى في البوستر المصري اللي هو العضلات اللي تخلي فيك توقف او تدير اي نوع من الاوضاع اي وضع بيساعد فيه اللي هو البوستر المصري اللي هو هذه يسموها فيها ايزومتريك كونتراكشن يعني ما فيش تغيير في طول العضله. في نوع ثاني اسمها ايزوتونيك ودايناميك اللي هو حركه يعني تشد حاجه تتحرك معك فتشوف ان العضلات نتاعك تلقاها تزيد حجمها اكبر والعضله تولي قصيره تقصر العضله. هذه المصل شورتنز تقصر ديورينج فورس برودكشن لما انت بتدير حركه بتدير جذب لاي جسم بقوه فبتصير فيه اللي هو قصر في العضله ويزيد حجمها. وفي نوع ثاني
يسمى فيه اكسنتريك. يعني شنو هو اكسنتريك؟ يعني هو اللي هو طرفي. المصل بروديوس فورس بات لينث انكريزز. مرات لما تكون انت تتجمد في حاجه وحاجه تكون اقوى منك، العضله ما تطلع ستريتش، العضله بتاعك نفسها تزيد في الطول وتكون اللي هو القوه طرفيه. زي ما قلنا از جنرال المصل تقسم الى نوعين حسب الشكل بتاعها، يكون استريتد وسموث. وقلنا حسب اللي هو التغذيه العصبيه اراديه وغير اراديه، فرونتري مصل انفرونتري مصل لازم تفهموها. وعلى الوظيفه قلنا لازم تكون سكيلتال اللي هو عضلات اللي هي العضلات اللي هي الهيكليه واللي نستخدموها في الحركه لوكوموشن، وفي البوسترال وفي الوضع اللي هو الوقوف والوضع الاخرى. ايضا الكارديك مصل اللي هي الكارديك اللي هي العضلات اللي هي القلبيه، هي عضله واحده وهذه هي نستعملوا فيها، لازم اخذناها في الكارديولوجي، هذه نستعملوا فيها في اللي هي عضله القلب واللي هي بتضخ الدم لجميع انحاء الجسم. والسموث مصل زي ما قلنا اللي هي عضلات الملساء اللي ما فيهاش تخطيط تحت الميكروسكوب، هذه العضلات هي عضلات حشويه في الاحشاء كلها. فبشكل عام زي ما قلنا وظيفه العضلات فورس برودكشن از ان جنرال و بامبنج اوف ذا بلاد في الهارت، وايضا اللي هي موفمنت اوف ذا مثلا جي اي تي في الجهاز الهضمي، موفمنت اوف ذا جاسترونتستينال تراكت، والموفمنت في البلاد فيسز في الاوعيه الدمويه، وفي كل الـ زي الجهاز البولي مثلا في كل الانابيب البوليه كلها فيها عضلات ملساء، وزي مثلا في المثانه البوليه في ايضا حتي في عضلات ملساء، كل الاجهزه فيها عضلات ملساء تقوم بواجبها. وهذه العضلات الملساء زي ما قلنا ستريتش وكونتراكت وتنقب وتنبسط وفق الحاجه وتساعد في اداء وظيفه العضو. زي ما قلنا الاي تي بي مطلوبه في انتاج اللي هو الاي تي بي مطلوبه جدا جدا، وتكون موجوده اكثر في سكيت المصل، سكيت المصل تكون فيها الاي تي بي اكثر. قلنا صموت مصل الاي تي بي فيها اقل من اللي هو سكيت المصل.